السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح لكم درس عناصر المناخ. تعالوا نشوف الدرس ده كده بنتناول ايه. الدرس ده طبعا مقسمه لكم على 3 فيديوهات، كل فيديو بيتكلم عن عنصر من عناصر المناخ. عناصر المناخ 3 الايه؟ عناصر المناخ بتاعتنا الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار، 4 بس. الضغط الجوي والرياح يعتبروا علاقتهم ما بينهم علاقة في ما بينهم كده علاقة هنعرفها بس في الفيديو الجاي، عشان كده احنا هنقسم الفيديو الجاي هيبقى عن الضغط الجوي والرياح الاتنين في نفس الفيديو. الأول تعالوا نشوفوا الفيديو الأول بتاعنا هنتناول فيه. الفيديو بتاعنا ده هنتناول فيه الحرارة. الحرارة هي أهم عناصر المناخ. طب ليه؟ لأنه ساعات ممكن يجي يقولك علل الحرارة أهم عناصر المناخ، أو بما تفسر تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ. ساعتها هقول له ليه؟ لأن اختلاف الحرارة من مكان لآخر يؤدي إلى تشكيل حياة على السطح الأرض. يعني كل ما الحرارة هتختلف هيختلف تشكيل سطح الأرض، الحياة على سطح الأرض. طب في شوية عوامل كده بتأثر على الحرارة، يعني لما تحصل الحرارة تتغير. إيه هي؟ أول حاجة اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض. يعني كل ما ترتفع درجة الحرارة عند خط الاستواء، طب بترتفع ليه؟ عشان أشعة الشمس بتكون عمودية. يبقى هي بترتفع عند خط الاستواء عشان أشعة الشمس بتكون عمودية وبتقل كلما ابتعدنا عنه. عشان طب ليه؟ لان اشعه الشمس تكون مائله. يبقى هل او بما تفسر يعتد اختلاف الموقع بالنسبه لدوائر الارض من عوامل التاثير في الحراره. هقول ليه؟ قول لانه كلما اقتربنا عند خط الاستواء ترتفع درجه الحراره لان اشعه الشمس تكون عمودية، بينما كلما بعدنا عنه تقل الحراره عند لان اشعه الشمس تكون مائله. طب نشوف اللي بعده، التضاريس. التضاريس دي بتتكلم عن ايه؟ عن ان احنا كل ما هنطلع فوق على مستوى سطح البحر درجه الحراره هتقل. طب ماشي، في بقى بمتفصل كده مشهوره دايما، لازم مثلا يقول لك ايه؟ تكون الجليد فوق قمم جبال كينيا رغم وقوعها في المنطقه الحاره. يعني الجليد موجود فوق قمم جبال كينيا رغم انها موجوده في مناطق حاره. طب ليه؟ هنقول بقى عشان ارتفاع الحراره، عشان ايه؟ هو مرتفع فوق سطح البحر فالحراره هتقل، فده هيبقى بسبب الارتفاع. ماشي. طيب بقى في بقى قانون كده لازم نكون عارفينه، ان كل ما هنرتفع 150 كل ما هنرتفع 150 متر فوق مستوى سطح البحر هنقل درجة مئوية، والجبل أكتر من 1000 خدناه في الترم الأول، يبقى الجبل أكتر من 1000، يعني أكيد أكيد لازم أي جبل يكون عليه تلج لأنه هيبقى فوق خالص فهيقل درجة الحرارة، إلا ولو كان في منطقة شديدة الحرارة فإلى عدد معين وبرضه يفضل مش عليه تلج، بس جبال كينيا موجودة عليها إيه؟ تلج. طب نشوف بقى القرب أو البعد عن مسطحات المياه. المياه بتعمل تلطيف درجة الحرارة، عشان كده تلاقي في ناس بترش مياه في الشارع قدام المحلات وسوبر ماركت والكلام ده، لازم دايما تلاقي الناس بترش مياه. فالمياه بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. بس هي درجة حرارة ايه؟ كل المناطق؟ لا، المناطق القريبة منها بس، عشان الجهات اللي بتبقى قريبة منها بتبقى معتدلة الحرارة في الصيف وبتبقى دافئة شتاء، والجهات البعيدة عنها بتكون حارة صيفا وباردة شتاء. يبقى أي حد ساكن جنب مثلا بحر أو مسطح مائي بتبقى درجة الحرارة عنده معتدلة صيفا ودافئة شتاء، أما لو ساكن بعيد هتبقى حارة صيفا وباردة شتاء. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده، هو الغطاء النباتي. الغطاء النباتي ده هو جاي من النبات،
يعني النبات هيغطي مثلا المكان، يبقى لما بتكون في منطقة مزروعة بالغابات درجة الحرارة بتنخفض فيها. طب ليه؟ ممكن تجيب متفسر، هنقول له لأن الأشجار تمنع أشعة الشمس من وصول مباشرة للأرض، عشان في أشجار كده تخلي أشعة الشمس مش الشمس مش تنزل على الأرض عمودية، بتمنعها إنها توصل للأرض. آخر حاجة وهي طول النهار، طول النهار في الصيف بيطول، فالأرض بتستقبل كمية كبيرة جدا من الأشعة الشمسية، فعشان كده درجة الحرارة بترتفع. أما بقى في الشتاء فالنهار بيبقى قصير، فعشان كده عشان كده بتستقبل الأرض كمية صغيرة جدا وضئيلة من الأشعة الشمسية، فعشان كده بتنخفض درجة الحرارة. فبختلف مع اختلاف طول النهار في الصيف درجة الحرارة ترتفع عشان النهار طويل، وفي الشتاء درجة الحرارة تنخفض عشان النهار قصير. تعالوا بقى نشوف المناطق الحرارية. المناطق الحرارية دي سهلة جدا ومش صعبة ولا فيها أي حاجة. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه أصلا يعني إيه منطقة حرارية. دي مساحة حتة كده أرض فيها درجات حرارة متشابهة، فبيسموها منطقة حرارية، ليها نفس درجات الحرارة ومتشابهة، فبيسموها منطقة إيه؟ حرارية. طيب العلماء قسموها لمناطق حرارية. طب مين يعرف ليه؟ عشان اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض. طيب تعالوا نشوف أول منطقة حرارية، هي المنطقة المدارية الحارة. المنطقة المدارية الحارة طب موقعها على دوائر العرض، تمتد بين دائرتي عرض 30 شرقا و30 جنوبا، وتوسطها دائرة الاستواء. يبقى هي 30 شرقا و30 جنوبا، ولازم نكون عارفين الكلام ده عشان بيجي أكمل. طب جوها حار طوال العام، طول العام حار. طيب تاني منطقتان هما المنطقتان المعتدلتان الشمالية والجنوبية. الشمالية بتمتد بين دائرتي عرض 30 و60 شمال، والجنوبية تمتد بين دائرتي عرض 30 و60 جنوب. يعني من 30 ل 60 شمالا ومن 30 ل 60 جنوبا، دي المنطقتين المعتدلتان الشمالية والجنوبية. طيب ماشي، كل واحدة بقى في الاتنين دول بتنقسم إلى منطقة معتدلة دفيئة ومنطقة معتدلة باردة. المنطقة المعتدلة الدفيئة دي بتمتد بين دائرتي عرض 30 و45 شمالا وجنوبا، وصيف حار وشتاء معتدل. ده الجو بتاع صيف حار وشتاء معتدل. طب منطقة معتدلة باردة تمتد بين دائرتي 45 و60 شمالا وجنوبا، صيف معتدل وشتاء بارد. طب تعال نشوف آخر مناطق، وهي المنطقتان القطبيتان، تنحصران بين دائرتي عرض 60 و90 شمالا وجنوبا، يعني من 60 ل 90 شمال ومن 60 ل 90 جنوبا، المنطقتان القطبيتين. عشان كده في ناس بتقول لك ايه، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، الاتنين دول بيبقوا برد برد طول العام وسلوب، بيبقى فيهم تلج وبرد طول العام. وكده نكون خلصت الشرح بتاعكم، واتمنى يكون الشرح بتاعي عجبكم. ان شاء الله اقابلكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.